أستاذ محمد، في الفترة اللي أنت عانيت فيها ما فكرتش تشتغل حاجة تانية؟ أنت ليه بتفكرني عن الفكرة؟ أنا بحاول أنسى. أنت حتى طيب بلاش. لا، أنا حاولت أشتغل فعلا، اشتغلت شوية مزيكا، في موسيقي يعني، موسيقي محترف يعني، بس ما كانتش دي هو سكتي يعني برضو يعني ايه. كنت بعزف وما زلت بعزف آلات موسيقية كويسة، وما زلت بعرف في المزيكا كويس ودارس مزيكا كويس، لكن في النهاية يعني حاسس ان دي مش سكتي يعني. طيب احنا ممكن نشوف سكتك من هنا. ماشي. هنا العلبة دي فيها أوراق. أيوة. فيها مهن. أيوة. هتفتح هتسحب ورقة منهم هيطلع لك مهنة، هنشوفك وانت بتقدلنا المهنة دي. ماشي. ايه البلطو ده بتاع مين؟ ده كان بتاع صنايع. يا راجل ده بتاع عيل صغير. يا راجل كان معدي. عايز بقى تغسل الشعر ده وتبقى عايز تغسله. عينيا اغسله الاول؟ اللي عجبك شوف هتعمل ايه؟ لا طبعا عايز تغسل الاول. يتقص الاول عشان اذا كان في حاجه ولا بتاع. بعد كده يبقى على ميه بيضة. اتفضل. قول لي الفوطه بقى عندك. اسم كريم ايه بقى؟ اسمه اشرف. اشرف. اهلا استاذ اشرف. اهلا 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 استاذ اشرف. ما بيطلعش صوت البتاع ده، عايزين حاجه تطلع. راجل ما بيرصش، ده ممل. كبش كل اللي شعرايا. انا عامل حسابك كويس ان انا انت متجوز؟ لا لسه. لسه ما اتجوزتش. نسيت حاجة مهمة قوي. عشان ايه؟ لو في عرق، لو في حاجة. ها؟ مش ده بعد الحلاقة؟ لا، هو في أثناء الحلاقة كله، عشان لو في عرق، في بتاع، في حاجة كده يعني جربت عليك حكاية، خد بالك. خلاص بعد الحلاقة. بس اتعلمنا صنعتنا ولا ايه؟ ما خلاص بقى، احنا خدناها أبا عن جد بقى. عندي ليك حتة عربية قر، إنما تجنن. إيه رأيك؟ انت عندك عربية ولا مين فين دور؟ مالكش دعوة انت. عندك عربية ولا ما عندكش؟ ما عنديش. لا ليك. الحاج فرغالي لكتع عنده عربية ار. مين اللي لكتع ده؟ الحاج فرغالي صاحب واحد صاحبي عنده عربية ار، انما ايه؟ خرافة. هي ما ترفعش كده عشان اعرف. طب امسك ودنك وانا احلق لك وامسك لك ودانك كمان. الشوط دي ممل. انا عارف، انا مش عارف بيستخدموها ليه. ما هو سوى ودنك. متهيألي ده جز مش حلاقتي اعتقد. ايه؟ لا ايه رايك في قفاك كده؟ لا تمام. كده كويس؟ لا يبقى تاني. تاني ما لسه هو عايز شويه ني القوي. اصل انا عصبي في الشغلانه دي، لان الشغلانه جديد عليا فببقى عصبي فيها. ايه اللي تعمله ده؟ ايه؟ انا لسه خلصت. ما خلصتش انا بس. انت بوظت سمك محلي كده. لا ما تخافش، في الاخر انا هدي لك زبون على الزير ان شاء الله. وبعدين انت كمان على فكره انت عايز شويه. انا بعدين. طيب انت بعدين ان شاء الله.
شعر باظ ولا ايه؟ لا ما تخافش انا لا ده صابي كده جاي عشان يسترزق. وريني افك حلوه قوي حته قفا على فكره المكنه دي ايه. ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش عيب وانا هعورك انا عيب. انا مش عاجبني دقنك الله. ايه ما تخافش ما تخافش لما يحصل حاجه غلط كده ولا كده ما ت... ده ما عندوش موس بتاع ده. لا مش احلى دقنك. مش هتحلى دقنك؟ لا 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 انت حر. انا لو منك أنا. لو منك اشيل كله بالموس بصراحه. تعال اغسله لك يلا. انا الميه سخنه ما عندناش غيرها ما فيش. هي هي ميه واحده ما عنديش لا سخنه ولا بارد. انا هنا استنى بس بشيل لك الجلخ. طيب ما تخافش ما تخافش ما تخافش. ما انا لازم نشيل ده. انت هتبقى فور. لا انت ما استحملتش على فكره من زمان قوي. استنى بس. خلص كده. ما تخافش ما تخافش ما تخافش. عموما متهيألي ما استحمتهاش انت من سنة ما اتولدت تقريبا. وانت كل شوية تقعد تعمل انت ممل صحيح. انا عملت لك حاجة انت بتتلكك. استنى بس استنى بس. قصرت لي شعر اهو. نعم اخويا؟ قصرت لي شعر. قصرت لك شعرك؟ ده اخرتها برضو ولا تزعل نفسك. احنا هنخسر بعض عشان حبه شعر. اتفضل شويه الشعر اللي انا خدتهم منك اهم. الاخ طلعت. اهلا وسهلا. الاستاذ محمد نجح في مهنه الحلاقه وانه يكون صبي عندك؟ اه ده فنان. ده شحوار لشعره خالص. زمان الزبون في القسم بيطلب تعويض لشعره دلوقتي. ايه ده ايه الحقد ده؟ ايه الحقد ده؟ ده انت شحوار طبعا مع عدوك الا ابنكارك. انت خايف لنفسك في العمليه. ماشي يا عم الله يسامحك.